اقعد يا استاذ عزمي. مع السلامه. ايه عايزين جنازه وتشبعوا فيها؟ الله الله، اهدى بس، مشكله هتتحل، كل حاجه هتتحل. تشرب ايه؟ مش عايز اشرب حاجه. احنا بخله ولا ايه يا استاذ؟ احنا بخله يا شيماء؟ لا طبعا، ده احنا ام وابو الكرم. ايوه بس تشرب ايه والنبي؟ مش عايز، انا عايز الفلوس. طيب حاضر، الفلوس اللي ليك دي قد ايه؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه يا استاذ عزمي؟ كل الهليله دي على 5000 جنيه؟ انت محتاج 5000 جنيه؟ ده انت كلك فلوس يا استاذ عزمي. طيب الساعه دلوقتي 9، تستناني الواحده ونص 2 كده اديك فلوسك ويكون وسيم خسر؟ فلوس ايه اللي اخدها الساعه 2 والساعه 1؟ اعمل بيها ايه؟ ده موضوع بقى نتكلم فيه، تعمل بالفلوس ايه؟ ممكن انا وانت دلوقتي نقعد نفكر في مشروع تقدر تعمله بالفلوس دي ويكون مربح وفي نفس الوقت يتعمل بسرعه. ما يا استاذ منصور، مشروع ايه؟ انا عايز فلوسي. طيب اهدى اهدى. بص يا استاذ، ما تحرجنيش والنبي يا استاذ عزمي. دلوقتي فلوسك مع شيماء، شيماء مش هينفع تطلع الفلوس وتديها لك، ولا هينفع تديها لي اديها لي، لان هنخسر يا شيماء. بالظبط، انا انا عندي حل. ايه رايك نستبدل فلوسك دي باي حاجه في البيت عندنا؟ وانت شايف البيت اهو، يعني بيت كرم ومليان. ايه رايك في الشاشه دي؟ بتشتغل افلام، مسلسلات، عربي، انجليزي، صبح ليل، بتشغل نت. الشاشه دي بتشغل نت. ايه يا استاذ مازن، ما كل الشاشات بتشغل. دي كام دي؟ 58. انا عندي 65 بقى. ايوه صحيح، الشاشه. كويس ان انتوا جبتوا سيرتها، مش دي اللي انت كسرتها امبارح وكنت فاكر ان انا مش هعرف؟ انا ما خسرت الشاشه. كذاب. واد يا كريم، لا بس احنا خسر الشاشه. بس بس رايحين فين؟ شاشه ايه دلوقتي؟ ايوه شاشه ايه دلوقتي يا شيماء؟ دواتو. ايوه شاشه ايه دلوقتي؟ دواتو. بلاش الشاشه، البلاي ستيشن اللي هناك ده، ده عامل 20000 ماتش استعمال لعيب، تاخده؟ دي بلاي ستيشن كام دي؟ 4. انا عندي الفايف. انت طالما عندك من كل حاجه اللي اعلى منها، عايز ال 5000 جنيه ليه؟ ما انت اكيد عندك 9000 جنيه. هنعمل ايه؟ مش عارفه. طب استنى، انا عندي حل. سيبك من البلاي ستيشن دي خالص. بص، كل حاجه هتتحل، كل حاجه هتتحل. حاجه لقطه بقى، البراد ده. ايه يا شيماء، هتديله البراد اللي اشتريناه من النمسا ب 10000 دولار؟ اه يا مازو، ايه المشكله؟ 10000 دولار ايه؟ ده ما يجيش ب 100 جنيه. لا بس ده مش اي براد، هذا البراد من عصر الفينيقيين، كان الملك فينيق. ايه؟ واسعه ولا ايه؟ قوي. طب خد يا مازو، انا عايزك تعالى. بص فكر فيه، والله فكر فيه، ماشي؟ جربه كده لحد ما نيجي. مظبوط، بصراحة أنا تعبت. هو احنا هنفضل نحور لحد امتى؟ للشهر الجاي، للسنة الجاية، هنفضل نتوه في أهله لحد ما نكسب. ايه؟ ايه اللعبة؟ عايزة ايه؟ ايه؟ خسرنا؟ اللعبة دي بتخم. ليه؟ طب هتقولوا ان الفلوس هنا من الصف. اللي جاب الفلوس دي هنا يا شيماء؟ اكيد دي الفلوس دي بتاعت الزفت كريم العاق. والله ما بتوعي، انا اصلا بحوش في الفازة اللي فوق النيش. آه صحيح، ده أنا كان بقالي أسبوعين بحاول أفتكر أنا كنت مخبياهم منك فين. يا الفلوس كلها موجودة بس ناقصة 50 جنيه. يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، هات البراد ده، هات بره، اطلع بره. مفيش فلوس. هو أنا عشان محترمك؟ يلا يلا. ممكن تجيب لي صفحة 14 تاني قبل ما أخش الحمام أفضلها مكان وأجي لك بسرعة؟ يلا بعد إذنك. إيه ده؟ كسبنا؟ كسبنا يا يسو؟ بجد يا وسيم؟ كسبنا بجد يا وسيم؟ ايوه حبيبتي، بتقفي ليه يا حبيبتي؟ انت غلط كده غلط، انت المجهود خطر جدا عليك. لا يا راجل، انت مالك انت؟ انا بتكلم مراتي. وسيم معلش، انا اروح الحمام 5 دقايق وراجع على طول، مش هتاخر. ها ما تاخريش. ايه يا سراي، اتاخري براحتك، ده قدامي ساعه عشان اراجع الحساب ده.